بسم الله الرحمن الرحيم. حصل معايا موقف النهاردة وخلاني حبيت ان انا اشاركه معاكم، علشان في ناس بتكون مش فاهمة موضوع الكارما ده ومش عارفين يوصفوه ازاي، او يكون له اختصار او تعريف مبسط ازاي. أبسط تعريف لي زي ما احنا كنا بناخد زمان في اللغة العربية أو في القراءة من زرع حصد، ده أبسط التعريفات لي خالص. عند شعوب المايا ودول أمريكا اللاتينية والهنود الحمر والناس اللي بتعتقد في موضوع الكارما ده من زمان، كانوا بيقولوا what goes around comes around، يعني الحاجة اللي انت بتزرعها بتحصدها، او الحاجة اللي انت بتعملها وبتفكر فيها بترتد عليك تاني سواء بالخير او بالشر. النهاردة حصل معايا موقف ظريف جدا. كنت راكبة ميني باص وسبحان الله السواق بيسمع الشيخ عبد الباسط وبيقول الآية دي اللي انا بحبها جدا، هقراها معاكم من سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. بعد كده بقى بنلاقي ايه؟ بنلاقي في نهاية الصورة الموضوع اتعكس. بنلاقي ان اللي هم زرعوه هيحصدوه لان هم زرعوا شر. بنلاقي ان الدنيا وتلك الايام نداولها بين الناس، وبنلاقي ان الاخرة لهي الحيوان، فالآخرة طبعا الناس اللي عملت علشان الآخرة بتاعتها تكون كويسة هي اللي بتكسب في الآخر. لذلك بنلاقي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أروع أروع مثال للكارما هو الجزء الأخير من سورة المطففين. علشان كده لازم كل واحد يوزن أعماله وهو لسه عايش دلوقتي في الدنيا، علشان يعرف ويتخذ من دلوقتي مقعده من الجنة أو من النار. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أشكركم وأتمنى أن يكون موضوع الكارما بقى واضح جدا بالنسبة لكم، علشان تعرفوا انتوا هتعملوا ايه.